اتمنى لهم التوفيق ويعني ويروحوا كاس العالم ونكسب كاس العالم ويبقى لهم كويسه يعني ما قدرش نكسبها في الرجاله نكسبها في الستات. لازم طبعا ندعمهم ونقف وراهم وان شاء الله يحققوا بطولات تكسر الدنيا. انا بدعمهم واتمنى لهم كل توفيق و بتمنى لهم التوفيق من كل قلبي. ربنا معاهم يا رب بجد. ما فيش حد بيتريق على كره القدم في العالم نسائيه في العالم كلها. كملوا احنا كلنا وراكم بجد. هتلاقي تشجيع وهتلاقي زي التشجيع من كره القدم في الرجال هي كره القدم النسائيه. هو احنا بنتمنى لهم التوفيق لان دي حاجه جديده يعني هتكون يعني حاجه حلوه للمراه وكده ان هي يكون في حاجه الكره النسائيه وكده. فشدوا حيلكم يعني واحنا نستناكم كده. طيب احنا تابعنا مع حضراتكم رساله الجماهير لكره القدم النسائيه متمثله في المنتخب بصفه خاصه.